مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحوار. انتشار العنف المسلح ووحشية الشرطة في إنفاذ القانون وتدهور العلاقات العرقية المستمر، هذا جزء من ما تعانيه الولايات المتحدة من مشاكل حقوق الإنسان لفترة طويلة. ومن خلال وسائل إعلام عالمية أدرك الجميع أن الولايات المتحدة التي تنصب نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان تنتقد وضع حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، لكنها تغض الطرف عن سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان ولا تفكر يوما في تحسينها. هل يتوافق هذا النهج الأمريكي مع مبادئ الحوار والاحترام المتبادل في المجتمع الدولي؟ مشاهدينا، نبدأ الحوار بعد الفاصل. مشاهدينا، يسعدنا أن نستضيف اليوم السيد هشام أبو بكر، هو باحث مصري، وأيضا الدكتور دينغ لوم، أستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية. أهلا وسهلا بضيفينا، وسنبدأ الحوار مع دكتور دين. دكتور، تصرخ الولايات المتحدة دائما حماية حقوق الإنسان للمسلمين، ولكن أظهرت استطلاعات أجراها مركز بيو للدراسات أو للأبحاث ووكالة أسوشيتد بريس أن لـ 42% من الأمريكيين فقط لهم وجهة نظر إيجابية عن الإسلام. فما رأيكم في وضع حقوق الإنسان للمسلمين الأمريكيين؟ أعتقد أن وضع المسلمين في الولايات المتحدة يعني سيء جدا. ممكن نقول إن المسلمين يعني أقل الجماعات الدينية والعرقية حظا في الحصول على فرص للعمل والدراسة، يعني تعرضوا بشكل يومي وبشكل ممنهج لأشكال مختلفة من التمييز. يعني أنا عشت في الولايات المتحدة لمدة طويلة وزرت الكثير من المجتمعات المسلمين والمساجد ومراكز الثقافة الإسلامية. لاحظت أن هناك إحباط كبير لدى المسلمين الأمريكان، حيث يعني شعروا بأنهم مواطنين من درجة ثانية، وكبش فداء يعني إجراءات وحملات مكافحة الإرهاب. فالإسلام والمسلمين دائما يعني مرتبطين بقضايا العنف والإرهاب، يعني مسلمون كبش فداء، وكذلك يعني هم يجدون صعوبات كبيرة جدا وإجراءات تمييزية لدى دخول الجامعة، لدى إيجاد العمل، ونسبة يعني الذين حكم عليهم بالعقوبات يعني نسبة مرتفعة جدا. وهذا الدليل على أن هناك يعني على مستوى رسمي والحكومي ويعني على مستوى الشعبي هناك يعني انتشار واسع للإسلاموفوبيا. نعرف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر
قرار بمنع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة. هذا يعني تمييز صارخ ضد المسلمين، وكذلك يعني نجد في وسائل الإعلام وأيضا في الأفلام، أفلام هوليوود وفي روايات وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك يعني انتشار واسع لإسلاموفوبيا وأشكال مختلفة من يعني مقالات وتصريحات وصور وفيديو تسيء سمعة المسلمين. دكتور دين، ذكرتم أفلام لهوليوودية، يعني هذا يذكرني أن هناك إحصاء قال أن منذ نشأة هوليوود هناك أكثر، تم إنتاج أكثر من 2000 فيلم عن المسلمين والإسلام، يعني عدد قليل، يعني معظم هذه الأفلام فيها صورة يعني سلبية جدا عن الإسلام والمسلمين. صحيح، أعتقد أن هوليوود يعتبر ورشة عمل لإسلاموفوبيا حول العالم، يعني بلدان كثيرة عرفوا صورة سلبية من خلال أفلام هوليوود، يعني نظرا للتأثير الكبير لتلك الأفلام، فيعني العالم تأثر بفعل هذه الأفلام، يعني الكثير من الناس لديهم صورة نمطية وسلبية جدا للمسلمين والإسلام. الفضل يرجع إلى هوليوود. شكرا لكم. الآن ننتقل إلى أستاذ هشام. أستاذ هشام، بعد هجمات 11 أيلول شنت الولايات المتحدة حربا على الإرهاب في كل من أفغانستان والعراق، وخلال هذه الحرب قام الجنود الأمريكيون ووكالة المخابرات المركزية بتعذيب السجناء. كان أبو غريب وغوانتنامو سجون يعني سوداء لتعذيب. ما تعليقكم على ذلك؟ نعم، لقد قامت الولايات المتحدة بالفظائع وجرائم عديدة في هذه السجون، وظهر للعالم جليا حجم اللا إنسانية التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع خصومها وعدم تطبيق القانون. ولقد ذهل العالم من الصور التي تم إذاعتها من سجن أبو غريب وكمية التعذيب والفظائع والاستهتار بحياة الإنسان. وكانت العراق وأفغانستان دولتان تنعم بالاستقلالية وتنعم بالرخاء النسبي، وتعدت الولايات المتحدة على هذه البلاد وقامت بقصفها واحتلالها وقتل الملايين من شعب هذه البلاد بدون وجه حق وبدون تفويض من مجلس الأمن، وكان هذا إجراء فردي، واستخدمت أفظع الأسلحة وعذبت الشعوب عن طريق حرمانها من مقدراتها ومخصصاتها الطبيعية ومواردها، وقامت بسرقة هذه الموارد الطبيعية، وفي النهاية استمرت في تعذيب المعارضين والسجناء لديها دون أي محاكمة عادلة ودون اتباع أي قواعد إنسانية أو قانونية. وهذا أعطى للعالم الشكل الحقيقي للولايات المتحدة الذي تمارسه ضد الدول وضد خصومها، سواء عن طريق التعدي المباشر على الدول أو على الأفراد. وكان هذا صدمة كبيرة للكثيرين
المتشدقين بحقوق الإنسان والذين لم يستطيعوا الدفاع عن هؤلاء عديمي الحيلة الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، حيث أنهم واقعون تحت الاحتلال ويتعرضون يوميا لكافة وسائل التعذيب. إذن أستاذ هشام، الأمريكا الولايات المتحدة لا تهتم بوضع حقوق الإنسان للمسلمين، لأن العراق وأفغانستان دولتان إسلاميتان. نعم، جرت العادة في الولايات المتحدة على عدم الاهتمام بأي حقوق إنسان للمسلمين خاصة، وتستبيح الولايات المتحدة وأنظمتها الدول الإسلامية، وكما نرى في العراق وأفغانستان وحاليا في اليمن وفي ليبيا وفي العديد من الدول الصومال. والولايات المتحدة لا تستبعد أن تتخذ أي إجراء ضد المسلمين خاصة وبكل سهولة وبدون أي اكتراث للعواقب، حيث أنها تعتبر هذا العالم الإسلامي عالم مستباح لها دون الاكتراث بأي رد فعل. شكرا لكم أستاذ ديم. لطالما ابتليت الولايات المتحدة بمشكلة العنف المسلح، وفي يوم الاستقلال الأخير قال حاكم ولاية إلينوي اسمه برينكس، وصف العنف المسلح بوباء أمريكا، فما رأيكم في مدى تأثير قضية العنف المسلح على حقوق الإنسان في أمريكا؟ أعتقد أن هذه فضيحة كبرى بالنسبة للولايات المتحدة، أنها تدعي أنها منارة لحقوق الإنسان، غير أننا نجد أن كل شهر أو كل أسبوع حتى كل يوم يعني هناك ضحايا أو قتلى لأحداث العنف في أماكن العامة، في المدارس، في المستشفيات، ومعظم ضحايا هم الأطفال والنساء وأيضا سود وجماعات إثنية أقلية. فلم يكن هناك أي يعني إجراءات فعالة للسيطرة على الفنادق والمستحدثات. حتى الآن برأيكم ما هي الأسباب وراء يعني عدم وضع أو فرض القيود على هذه يعني لحوزة الأسلحة؟ لأنه هناك بند خاص في يعني دستور الولايات المتحدة يعني تسمح بامتلاك وحيازة الأسلحة، لكن هذا يتنافى مع وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. هل في هذه القضية مصالح للشركات التي تنتج الأسلحة الأمريكية؟ طبعا هناك جماعات مصالح، جماعات ضغط يعني لا ترغب في فرض سيطرة أو تطبيق إجراءات للتحكم في امتلاك الأسلحة. فهذا دليل على المجتمع أو السياسة الأمريكية عاجزة أن حل المشاكل الأساسية في الولايات المتحدة، وأيضا في عجز في توفير الحماية الأساسية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة. نعرف أن أرواح حياة المواطنين أكبر وأهم حقوق الإنسان، أهم من أي حق من حقوقه.
شكرا. للأسف أننا لن نجد أي حتى اليوم أي حماية للأرواح وحياة المواطنين. نعم شكرا. الآن لنستريح قليلا ثم نواصل الحوار بعد الفاصل. مشاهدينا نعود لكم بعد الفاصل، نرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج الحوار التي تناقش وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. والآن نبدأ مع أستاذ هشام. أستاذ هشام، تعتبر تجارة الرقيق وسمة عار على جبين التاريخ الأمريكي، واليوم يتعرض السود واللاتينيون للظلم في مجالات التعليم والإسكان والرعاية الطبية، فما رأيكم في امتياز البيض والعنصرية المنهجية في أمريكا؟ نعم، لقد قامت الولايات المتحدة على أكتاف السود. في البداية قامت جماعات باستخدام الأفارقة بكميات كبيرة جدا في السفن في ظروف غير إنسانية، وتسببت في مقتل الآلاف بل مئات الآلاف من الشعب الأفريقي والإنسان الأفريقي، حتى وصل إلى الولايات المتحدة. وبعد ذلك استغلت هؤلاء في بناء المزارع وبناء البيوت وبناء الخدمات والمرافق للبيض، وقامت باستغلال حياتهم لمدة كبيرة. ونحن حتى الآن نجد المعاملة الأمريكية للأفارقة أو السود الأمريكيين معاملة متدنية، سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية توفير التعليم والصحة والفرص الحكومية. وحديثا لقد شاهدنا العديد من الحوادث التي يقوم فيها البوليس بانتهاك حياة الأفارقة لأسباب تافهة، بمجرد مخالفة مرورية يتم القضاء على حياة الإنسان الأفريقي بكل سهولة. وهناك تمييز كبير، أشهرها مقتل فرويد، جورج فرويد. نعم، جورج فرويد لقد فجر الموقف، حيث قام الشرطي بالجسو على رقبته لمدة كبيرة حتى فارق الحياة وبدون أي سبب، حتى استغاثاته لم يسمعوا لها أمام العالم أجمع. ولم ينتفض البيض لهذا، ولكن السود هم الذين قاموا بالانتفاض، لأن هذه ليست حالة فردية ولكن تمثل حالة جماعية. والآن أصبح شعار لا أستطيع تنفس شعارا منتشرا في عموم أمريكا. نعم، شعار منتشر، وقامت العديد من المنظمات السود باعتماد هذا الشعار كرمز لمعاملة السيئة ولانتهاك حرمة وأرواح السود في الولايات المتحدة، وعدم مراعاة حقوق الإنسان للأفارقة وللأقليات. وننظر إلى المجتمع الأمريكي فنجد الوظائف العليا والفرص الاستثمارية والاتجاهات التي يستطيع أن يكسب منها الامتيازات، معظمها مخصص للبيض، ولكن الفرص القليلة أو الوظائف المتدنية قد طهو، وكالتنظيف وكالحراسة وغيرها من الوظائف المتدنية الأجر، هي من نصيب الأفارقة وباقي الجنسيات أو الأعراق، سواء من الأسيويين أو العرب أو أمريكا اللاتينية. وهذا تمييز كبير ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان. فالحياة، الحق في الحياة والحق في الحرية في الكسب والعمل لابد أن تكون متوفرة، وهي غير متوفرة في أكبر دولة في العالم تدعي الإنسانية حاليا، أستاذ، هي الولايات أستاذ المتحدة هشام. الأمريكية. أستاذ هشام، هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية تستعد لحل هذه المشكلة أو تخفيف من هذه المشكلة؟ بالحقيقة يتبادل على الإدارة الأمريكية الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وهما وجهان لعملة واحدة، والاثنان
منذ عقود يتشدقان بحقوق الإنسان ولا يقدمان أي جديد في هذا الملف. وحين تولى المسؤولية باراك أوباما وانتظر العالم أن يستطيع أوباما بما أنه رجل قادم من أصول أفريقية أن يغير هذا السلوك وهذا الوضع المشين، لم يستطع أوباما تغيير أي شيء على الأرض، وقال أن الموضوع متجذر وأنه لا يستطيع تغييره، وحاول كثيرا. والمجتمع الأمريكي مجتمع يتحكم فيه البيض بصورة كبيرة، ويتحكم فيه المال السياسي والقوى البيضاء تتحكم في جميع العروض الأخرى، وهذه مشكلة متوصلة في المجتمع. شكرا لكم. الآن ننتقل إلى دكتور ديم. دكتور، هناك قول يقول إن الولايات المتحدة تتجاهل التنوع الثقافي في مجال حقوق الإنسان، وهي تحاول فرض أسلوب حياته الخاص على العالم كله، وتؤمن بأن جميع الدول يجب أن تلتزم بالمعايير الغربية، وإلا سيتم وصفها بدولة دول منتهكة لحقوق الإنسان. فما تعليقكم على ذلك، على هذا القول؟ يعني لم يكن هناك معيار موحد بخصوص حقوق الإنسان، فيعني بلدان تختلف من يعني تختلف في تقاليدها وثقافتها وفي فهمها لحقوق الإنسان، هذا شيء طبيعي. لكن الولايات المتحدة تتجاهل اختلافات البلدان في هذا المجال، وهي تحاول وتسعى لاستخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية لممارسة الضغط على بلدان، بعض البلدان، غير أننا نجد أنها تتحالف مع بلدان أخرى التي يعني سجلات حقوق الإنسان غير جيدة. هذا دليل على أن الولايات المتحدة منافقة جدا، هناك نفاق سياسي في التعامل مع قضية حقوق الإنسان. يعني سياسات الأمريكية في بخصوص حقوق الإنسان قد دلت على أنها يعني دائما تكون كيل بالمكيالين أو بالمكاييل في التعامل مع البلدان. وفعلا حقوق الإنسان قد أصبح أداة سياسية لدى تم تسييسها يعني. نعم صحيح، تسييسها وتسليحها. نعم. الآن لنسأل الأستاذ هشام. أستاذ هشام، لا تنسى الولايات المتحدة نشر ما يسمى تقارير دول بشأن حقوق الإنسان، وتتهم فيها وضع حقوق الإنسان للدول الأخرى. يبدو أن يعني أمريكا تريد تستر على انتهاكاتها لحقوق الإنسان بإلقاء اللوم على الآخر. ما رأيكم في ذلك؟ نعم، الولايات المتحدة تستخدم تقرير حقوق الإنسان كسلاح ضد الدول الأخرى، وتتشدق بأنها الحامي لحقوق الإنسان. والغرض من استخدام هذا التقرير ليس حماية حقوق الإنسان، وليس الدفاع عن كرامة الإنسان وحقه، ولكن الغرض من استغلال هذا الملف هو الحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية. والولايات المتحدة دائما ما تهاجم الدول التي تريد منها مصلحة وتقول أنها ضد حقوق الإنسان، وتستخدم الذرائع للتدخل في شؤونها وفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سياسية عليها، وهذا مخالف للطبيعة والحقيقة. فأول ملف لحقوق الإنسان ينبغي
الآن يحدث اللوم عليه هو ملف الولايات المتحدة المليء بالكوارث وحقوق الإنسان حتى الأمريكي غير مصانة، ونحن نرى ما حدث في كارثة الوباء كوفيد 19 وكيف أضاع المجتمع الأمريكي أو الحكام الأمريكان حياة المليون أكثر من مليون مواطن أمريكي لغرض مجرد إلصاق التهمة بالصين والتشدق بأن الفيروس جاء من الصين وعدم اتخاذ أي تدابير على أساس أن الفيروس سوف يتم القضاء فيه على الصين ولن يصل إلى الولايات المتحدة دون اكتراث بحياة المواطنين الأمريكان. ونرى أيضا قضية السلاح وكيف يستخدم السلاح للقضاء على أرواح الآلاف في المدارس وفي الجامعات وفي الطرقات دون أي تدخل من النظام في الولايات المتحدة. كما أن قضية المهاجرين، كيف أن أزيد من ما يزيد عن 1.5 مليون مهاجر في الحدود الجنوبية الأمريكية يتم انتهاكهم بصورة غير آدمية ويتم التعامل معهم بوحشية، وقد مات ما يزيد عن 500 فرد على الحدود في العام السابق فقط نتيجة للمعاملات الأمريكية الغير آدمية، كما أنها قامت بفصل الأطفال عن ذويهم على الحدود المكسيكية، كما أنها تتعامل بوحشية مع القضايا المهاجرين، وقد مات في شاحنة أكثر من 50 مواطن مكسيكي في الشهر السابق نتيجة لتدافعهم للهجرة إلى أمريكا وهي ممنوعة. ونرى أن الولايات المتحدة حتى جيرانها لا يستطيعون التعامل معهم بالإنسانية، وتقوم الولايات المتحدة بطبع المليارات بل تريليونات الدولارات وتشتري بها البضائع من الدول الفقيرة مجرد أوراق لا قيمة لها، فتشتري بها البضائع وتتعامل مع الدول الأفريقية بكل قسوة، والدول الأفريقية تعاني من نقص في الطعام ونقص في المياه ولا تقدم لهم ما يكفيهم ولا تساعدهم في الحياة الإنسانية. فأين هي حقوق الإنسان؟ إذا كانت حقوق الإنسان لا تكفل لهم الماء والطعام والملبس والعلاج، فأين هي حقوق الإنسان التي تتشدق بها الولايات المتحدة ولذا لا تتدخل لرأب الصراعات والصراعات كما تدعي؟ أليس رأب الصراعات والنزاعات المسلحة من حقوق الإنسان؟ إنها تثير الصراعات في كل المدن في كل الدول وتفرح بهذه المشكلات التي تستمر لعقود ولا تقدم أي حلول لها. الولايات المتحدة أكبر متشدق وأكبر مدعي لحقوق الإنسان وهو أكبر منتهك لهذه الحقوق في العالم، ولو توقفت الولايات المتحدة عن هذه الممارسات لتغير وجه العالم أكمله، لأنها هي المصدر الأساسي لهذه الانتهاكات والمحرك الأساسي لهذه المحركات الانتهاكات والممد بالسلاح والممد بالمال لهذه الصراعات. فأرجو أن تتغير هذه السياسة حتى ينعم العالم ببعض من الهدوء ويستطيع أن يلملم جراحه من أزمات اقتصادية وأزمة الكوفيد والصراعات المسلحة التي تقضي على حياة الملايين. نعم، شكرا لكم. من خلال كلامكم قد أصبح واضح أن حقوق الإنسان قد أصبحت أداة في يد الولايات المتحدة لضرب أو للضغط على الدول الأخرى. نعم، بهذا يجب أن ننتهي من هذه الحلقة، ونشكر السيد هشام أبو بكر وأيضا دكتور دينغ لوم، شكرا جزيلا على مشاركتكما. مشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة.